بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب فيكم مرة أخرى في ملتقى الخامسة، هذا الملتقى الذي بدأ يحفل في رؤياكم وفي توافدكم واستمراركم في تناول أو حضور القضايا التي يثيرها. وكما أهد الملتقى بأن يكون مواكب للأحداث التي تدور فيها الساحة السياسية في الكويت، كان لنا هذه الوقفة. اليوم احنا استضفنا الشرارة الأولى، وهذه الحقيقة التاريخية التي لا يمكن إنكارها، أن اليوم من حقق مفهوم المادة السادسة من الدستور الأمة مصدر السلطات، ومن حقق فعلا لا قولا قضية أننا شركاء بالحكم وشركاء بإدارة الدولة وشركاء بالأموال العامة، كان النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم. حقيقة لا يمكن تغيبها، فالشمس لا يمكن حجبها. فبالفعل من شرارة قضية الشيكات والإيداعات أحسسنا أن نوابنا في الأمة بالفعل على قدر كبير من المسؤولية، وعند حسن ظن ثقتنا فيهم. ولا يقلل من شأن من خلف فيصل المسلم في هذا الموضوع، بالعكس، بل يزيدهم عزة ويزيدهم كرامة استمرارهم في هذا الطريق. وهو تأكيد في الملتقى هني، نأكد أن حبينا أن نأتي في الشرارة الأولى كي نرى الأحداث وكي يقرأ لنا المستقبل بحكم تجربته الماضية. ولأن الحدث جلل ولأن الضيف مميز، فلن ننتهج كما انتهجنا في ملتقى الخامسة قضية المحاور المرتبة. اليوم نبي رؤية من بدأ هذا المشوار في محاولة الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والمالي في بلدنا، من بداية قضية الإيداعات إلى ساحة الإرادة أمس. نبي شنو مستقبلنا؟ وين رايح الكويت؟ ماذا تنظر الأغلبية له؟ نبيها بدون أن نقاطعه، زين، إلى أن ينتهي من حديثه، وبعد ذلك نبدأ في محور أو في أسئلة تخص التحويلات أو أي شأن أنتم ترونه. اليوم راح يترك مجال أكبر للأسئلة لأن مستقبلنا مهم، وضيفنا إنسان ذو رؤية جيدة نثق فيها. نتمنى يعني أن تصل الكويت أفضل بجهوده وجهود إخوانه في كتلة الأغلبية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليهم تسليما كثيرا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتشرف بهذه الدعوة الكريمة وأشكر أصحاب هذا الديوان المبارك وعلى رأسهم الخال أبو محسن، وأيضا أثني على هذا الملتقى الذي أصبح له واقع، أصبح واقعا مميزا يشرف كل من يدعى إليه للالتقاء بهذه الوجهة المباركة. همة الكويت أو هم الكويت نحمله جميعا، وأشكر الأخ الفاضل ناصر على مقدمته، وأقول يعلم الله عز وجل أني أقل مما ذكر، وأن جهد غيري أعظم مما فعلت، وأن يبقى جهد أو ما يحصل اليوم جهد الجميع، وفعلكم أنتم قبل فعل من اخترتم، والأمة أو الكويت والشعب تنهض بجهد جماعي وتكاملي، ولا يمكن أن يحقق فرد إنجاز أو يحقق نتيجة إلا بأن يكون الشعب حاملا لهذا الهم. وإن كان ولا بد أن يكون هناك شرائح مميزة، فهي شرائح الشباب، شرائح المهتمين بالشأن السياسي، تصدرهم لمثل هذا الأمر وتداعيهم هو الذي يعطينا بالأخير النتيجة الملموسة. أنا أقول كما قلت أمس في بداية كلمتي اللي حرصت على أني أتكلم، لأن شعرت بأن هناك دائما جزاهم الله خير بحسن ظنهم وتقديرا لما فعلنا تخصيص لي بشيء مميز. أقول كما قلت أمس، أنتم يا أهل الكويت أهل الإرادة، أهل الشموخ، أهل العزة، أهل الكرامة، أنتم الأبطال لا النواب. النواب صدى لواقع يعيشه الناس ولقادة الشارع السياسي في كل عمل برلماني. الأصل الأصيل الركن الذي يبنى عليه العمل هو الرأي العام، من يقود الرأي العام،
لذلك كم وكم كنتم وعشتم قضايا تنادون بها لا استطاع النواب أن يحققونها ولا استطاع أن يفرضونها على قائمة الأولويات ولا استطاع أن يفرضوا قوانينها في مجلس الأمة. ليش؟ لأن الشارع ينادي نداء ضعيفا أو نداء يعني متعددا تتخالف القضايا فتتأخر جميعها. لكن لما استقر رأي الشارع على الإصلاح السياسي والإصلاح الكلي وإصلاح الكليات أصبح واقع. ولذلك من فضل الله عز وجل كلكم تذكرون أنا أشوف وجهني كثيرة كانت معانا من 3 سنوات و3.5 سنوات كنا أحيانا نحضر ندوات ما يكون فيها 30 واحد وانتهينا أمس شوفوا في ندوة الشعب اليوم يستشعر مسؤوليته. الناس تستشعر، الشباب يستشعرون بهمتهم العالية، يستشعرون أن على المحك بلد وشعب، على المحك مستقبل. فلذلك بنداء ضعيفا أقارن بما كان من قبل أكثر من 30 ألف يتنادون في ساحة الإرادة. ولذلك هذا التجمع، هذه الفعاليات، هؤلاء الرجال هم الذين تراعيهم السلطة وهم الذين يراعيهم كل من يريد أن يقيس الرأي العام. أنا أعتقد يعني جزاكم الله خير، أنا الآن ناصر بلغني بآليتكم وقال لي جزاه الله خير يعني نيابة عنكم في قضية المسار. أنا النقطة اللي في ذهني هو أن لابد نتكلم عن واقعنا اللي نعيشه. الكلام في ماضي لن نكون أسرى له، وإن كان فيه من الآلام إلا أن اليوم نستطلب ما نحاسب عليه. والرؤية المستقبلية مطلوبة وواجبة، ولذلك تبدأ من واقعنا الذي نعيشه. أنا أقول في عنوان عام، هالأزمات الدائمة، هالدوامة الأزمات الدائمة، كيف السبيل للخروج منها؟ ترى يا جماعة أيضا لا يبدر إلى قلوبنا، إحنا ما إحنا في الآن في حوار أخوي، لا إحنا في مهرجان خطابي ولا سباق في قضية الأفكار، ولا نبي نعيش واقع عشان ندركه حتى نغيره. كل المجتمعات حتى لا يتسلل إلى نفوسنا أي إحباط، ولا أنتم إن شاء الله وجوه الإحباط، لكن الهملة كبر يقسم ظهر الرياجيل. فلذلك المعاناة مهي سهلة، بعضنا يسند بعض. ذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشوف عشرات من الآيات والأحاديث والأقوال والأفعال اللي تعزز هالمفهوم. اعتصموا بحبل الله جميعا، هذه المفاهيم اللي يجب أن تسود، لا يتسلل الإحباط إلى قلوبنا. هذا الواقع اللي نعيشه تعيشه كل دول العالم. ما في دولة ما تعيش نزاع الحق والباطل، ما في شريحة من مجتمع ما في إلا وتعيشه. يبقى من حظ الناس أن يكون فيها حراك يدفع الباطل ويريد تحقيق الحق، وخير لكل فرد منا أن يستعمل الله أو أن يكون في دائرة الحق والبحث عنه والدفع فيه، لا أن يكون سلبيا، لا أن يكون أعظم. وفضل سلبية أقصد سلب الجمود، إنما لا يكون أعظم ممن يفعل السوء أو ممن يضرب البلد والمصلحة العامة. اليوم نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم لأجل البلد، لأجل الشعب، لأجل الدفاع عن قيمه مبادئه، لأجل الدفاع عن كرامته، لأجل الدفاع عن أمواله. هذه الأزمة اللي حنا نعيشها اليوم هي استمرار لأزمات متكررة. ولذلك المعاناة اليوم مو أزمة وتمضي ما تجينا إلا بعد سنين، لا، حنا من أزمة إلى أزمة، تلد أزمة تسبقها أزمة وتتلوها أزمة. حنا كنا نقول قبل أن يا جماعة في معاناة، ثم قمنا نقول في نفق، والنفق له نهاية وتشوف ضوء. لا، دخلنا جحور، وبعض الجحور والجحر أصلا ما لها مخرج ولا تشوف لها نهاية ضوء. لذلك هذه الأزمات مفتعلة مع الأسف. في بعض البلدان ترى قد تكون أزمة حقيقية، بلد فقير أزمة حقيقية، بلد عنده مليار نسمة أزمة حقيقية، أن توفر له وظائف ولا توفر له بيوت ولا توفر، بلد ما عنده مقومات اجتماعية أو سياسية تمكن من ذلك، هذا غير موجود بالكويت كله. فلذلك هي أزمات مصطنعة يصطنعها من لا يريد لهذا البلد الخير، أو يصطنعها صاحب مصلحة خاصة، سمها سياسية سمها تجارية سمها إيش ما كانت، لكنها ضد المصلحة العامة. لأن إذا استقرت الأوضاع الناس ستتكلم في المثاليات في الكليات، لكن أن تحدها على
الأساسيات، فراح تنشغل في معيشتها، في أموالها، في وظيفتها، في سكنها، عن ما ينبغي أن يكون، وهو قضية أن الأمة مصدر السلطات، الأمة صاحبة السيادة، الأمة تشارك في إدارة شؤونها تنفيذا وتشريعا ورقابة ومالا وإلى آخره. باختصار، مهما يحاول المحاولين، وهذا نهج التاريخ وهذه سنن الله في أرضه، في النهاية سيفشل المفسدين والمجرمين وينتصر أهل الخير والصلاح. ولذلك مثل هذه المعاناة ستنتهي، يبقى قد ينتهي جزء منها، قد تنفرج قليلا، قد تتحسن، لكنها بالنهاية اعلموا بأن نصر الله عز وجل لأخيار دائما هو في نهاية الأمر الموجود. أنا أقول في أمرين، في شيء فورا وفي شيء مستقبلا، فنقدم للمستقبلا بالفورا. على الحكومة، بل على الحكم، أن يعلم أن المخرج من الأزمة الحالية فورا أن تشكل الحكومة. التأخير في تكليف رئيس الوزراء القادم هو جابر المبارك كما يشاع أو غيره يجب أن يكون فورا. التأخير يولد شك، هذا الشك بأن تأخير التكليف ثم تأخير تشكيل الحكومة ثم تأخير دعوة مجلس الأمة، وبالتالي استمرارية لهذه الأزمة السيئة. فلذلك يجب أن يكلف رئيس مجلس الوزراء وأن يستعجل رئيس الوزراء المكلف بالتشكيل فورا، حتى يصدر مرسوم بحل مجلس القبيضة والفساد مجلس 2009. بمعنى أن ما يستدعي أن يكون لأجل حل مجلس 2009 هو وجود حكومة، وهذا ما بين الحكم المحكمة الدستورية، وهذا كان عليه رأي من زمان، أن رئيس الوزراء لما وقع المرسوم ما كان عنده حكومة، وقعها رئيس وزراء مكلف. لذلك هذا ما ينبغي أن يتم تلافيه. أنا أميل إلى الرأي الدستوري الآتي، أن لا يلزم أن يتم دعوة مجلس القبيضة، بل معرة أن يجتمع هذا المجلس. مجلس أسقطت أمة محال فيها أكثر من ثلثة بتهم الفساد، بتهم الإيداعات، خلكم الآن عن الأداء السياسي، تهم مباشرة لمن يتولون التشريع لتصريف شؤون الدولة والبلد والشعب مستقبلها وحاضرها، وأيضا يمارسون الرغاب على السلطة التنفيذية. هذه الشبهات بالإداء السياسي يلحقها شبهات أعظم في قضية الفساد وعدم الائتمان على أن يديرون شؤون الدولة. لذلك دعوة مثل هذا المجلس غير مقبولة ومرفوضة، غير مقبولة ومرفوضة، ولا وبالأغلبية أعلننا موقفنا منها. فبالتالي أنا أميل إلى الرأي الدستوري أن ما ينبغي أن يكون الآن، بما أن الحكومة استقالت، أنه يكلف رئيس وزراء فورا، ثم يشكل رئيس وزراء حكومة بأسرع ما يكون، ثم يصدر مرسوم حل والدعوة إلى انتخابات وفقا لنظام الخمس دوائر. أي محاولة لتغيير نظام الدوائر الخمس هي محاولة من السلطة في تزوير الانتخابات القادمة. أي محاولة في تعديل قانون الدوائر بمرسوم ضرورة، ليس هناك ضرورة لمثل هذا الأمر اطلاقا، هي محاولة من السلطة لاسترجاع هي محاولة من السلطة لتزوير الانتخابات وبالسيطرة على مخرجاتها، ومن ثم السيطرة على مجلس أمة، لأنهم فقدوا مجلس 2012 في سابقة تاريخية، فقدوا القرار داخل مجلس الأمة، وهذا كان العنوان الأساسي في قضية الحرب اللي قامت على مجلس الأمة بعد أن عبرتوا عن إرادتكم في 2-2 منذ إعلان النتائج. تذكرون لما كانوا يتكلمون أنه سيحل خلال شهور، تذكرون لما كانوا يتكلمون أن مجلس متطرفين ومجلس سيقود البلد إلى شر، وهذه قيادة شفتوها بعينكم، وليس هذا مجال الاسترسال فيها، سواء بالتشريع أو بالرقابة المنضبطة في قضية تقديم الأولويات أو الأولى فالأولى. المهم، فأنا أقول بالأخير، هذا ما ينبغي لمعالجة المشكلة الحالية ولاسترجاع أرضية إيجابية على الأقل مؤقتا جزئية، لننطلق منها إلى علاج كامل، ولنحتكم إلى الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، ونشوف الشعب يريد من، والشعب يريد من يعبر عنه ويعبر عن إرادته. فيما يتعلق بالأهم وهو المستقبل،
أنا أعتقد أن أي معالجات كما كنا في السابق، ومنها المعالجة اللي قلت الفورية، هي معالجات جزئية، هي معالجات ظرفية، هي معالجات ردة فعل، هي معالجات لا تعالج علاجا جذريا، إنما تعطي علاجا لأزمة قائمة، والتالي حنا نولد أزماتنا وتعود مرة أخرى ومرة أخرى. فما عشنا في هالبلد استقرار لأن لم يكن هناك علاج جذري. طالبنا ونادينا، وأنتم متابعين وتعلمون هذا الأمر، وبيانات مصدرة واضحة في أن العلاج الجذري يستطلب، هدفه هو أن تمكن المؤسسات الكبرى في الدولة، مجلسي الأمة والوزراء بإدارة شؤون الدولة، أن يقف النهج الفردي في إدارة الدولة، أن يقف النهج الفردي في إدارة الدولة، وعكس النهج الفردي في أن تمكن دولة المؤسسات وكبرى المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة وفقا لنصوصها الدستورية والقانونية، هي مجلسي الأمة والوزراء. قلنا من قبل قاعدة السن اللي قاعد تمشون فيها، الأكبر فالأكبر، الأكبر داخل أسرته. احنا كلنا نقدر كبار السن، كلنا نحترمهم نجلهم، لكن في الإطار الاجتماعي، في الإطار الشأن الخاص، في الإطار مو في شأن أمة، لا، في شأن الأمة الأكفأ فالأكفأ، في شأن الأمة اللي تولى مسؤولية هو المسؤول، لكن رئيس وزراء ووزراء يأمرهم من ليس في المسؤولية وليس في المحاسبة وليس تحت رقابة الأمة. لا ينبغي أحد يدير شيء في الدولة إلا وأن يكون تحت رقابة الدولة، تحت رقابة الأمة. فبالتالي الكلام الأخوان أمس عن قضية الشيخ مشعل الأحمد وغيره، كنا نقول من زمان أنه ما ينبغي من يريد أن يدير يدخل الحكومة، يرأس الحكومة. ما عندنا مشكلة مع أي أحد، ما عندنا موقف مسبق، عندنا الموقف من عمله، أن أحسن حنا له نصير، أن أحسن لحنا له لأجل بلد وشعب مو لأجله، أن أحسن بعمله لأجل بلد وشعب حنا له عزوة وحنا له نصير، لأن هذا واجبنا وهذا ما ينبغي علينا. وأن أخطأ كما أقول دائما، نبدأ بالمناصحة وننتهي بالمحاسبة وحنا لها، نبدأ بالمناصحة، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب إذا جاءت على أماناتنا ومسؤولياتنا لا والله لن نخون شعره ولن ننسى ولن نغفل لحظة إذا وصل الأمر إلى أن إما نخون أماناتنا أو نحاسب. فبالتالي الحل الجذري لتمكين هذه المؤسسات من إدارة شؤون الدولة لن يكون إلا بإصلاحات جذرية، بعلاج جذري. هذا الكلام قلناه من قبل، تحاسب وزير، تستجوب وزير، تستقيل الحكومة، يحل مجلس أمة، ما تعطي العلاج الجذري، ما تعالج مستقبل، تعالج واقع أنت تعيشه، تعالج واقع أنت تعيشه. ولذلك الاستجواب هو شنو؟ كلكم عشتوها وتعرفون الاستجواب أداة اتهام، صح؟ تحاسب وزير ينتهي الأمر إلى أن تستقيل الحكومة يمكن ويروح مجلس الأمة، لكن عشتوها، يعود المجلس والحكومة، حلت المشاكل؟ زادت بعض الشباب يقول معاناة، لأن ما في إرادة حقيقية، إرادة حقيقية في حل مشاكل الدولة، في إنهاء هذه المعاناة. هناك إرادة مزيفة تطرح على الناس، إرادة قاصرة إذا بناخذ بحسن الظن، لكن لما تكرر هالإرادة القاصرة في نفس المعالجات السلبية أو الجزئية أو الوقتية ولا تعالج، لا، أهل العلم والفضل يقول لا صغيرة مع تكرار ولا كبيرة مع استغفار. فلما تكرر نفس المعالجات تزال المؤسسات، يعني ولا أزود من المثال اللي قلناه، شيخ ناصر محمد رئيس وزراء أبقي وزيلت المؤسسات 5 مرات، أي دولة اللي تزال مؤسساتها اللي تحقق التنمية وتشرع القوانين وتتابع تنفيذها لأجل فرد؟ كم عانت البلد بسبة هذا، كم تأخرت المشاريع والتنمية والطموحات. لا، إدارة شؤون الدولة ما تكون بالمجاملات ولا تكون بمثل هذا، تكون لأجل بالكفاءات. فأنا أقول حنا محتاجين إلى إصلاحات جذرية تتمثل في الآتي: تعديلات دستورية وإصلاحات تشريعية. سبق وأن كررنا هذا كلام كثير، بس خلونا أقول لكم زبدة. اليوم حنا عندنا رؤية في الأغلبية، كتلة الأغلبية تعرفونهم، انتخبتوهم، ويمكن يوم انتخبتوهم وذكره انتخبتوهم فرادة، كان في شيء اسمه الأغلبية قبل الانتخابات اللي فاتت، مو قبل الانتخابات، قبل النتائج، ما في
تجمعوا بعد من جمعهم؟ الشعب بقضايا. ولذلك انا كنت اقول والله لو ينفض الراي العام على الاغلبيه لتلقى كم واحد منهم يطير، ما تلقاه برا الكويت ولا برا بعد، يعني من شده بعده. لكن وهذا صحيح وهذا طبيعي، ترى وهذا طبيعي، الشعب هو اللي بارادته. فلذلك اليوم كتله الاغلبيه تطور عملها، عانينا، نعم نعترف، ننتقد نفسنا، هناك اختلافات فكريه، مناطقيه، اجتماعيه، تقديريه، ما يراه فلان غير اللي يراه فلان، ما يراه في التوقيت، احيانا نرى نفس الفكره بس نختلف على التوقيت، احيانا نرى نفس القوانين لكن اي الاولى. وما في ظل دوره مركب في المجلس. المهم باختصار، الاغلبيه ادركت كثير من اخطائها، الاغلبيه ادركت ان مصيرها لابد ان يكون التعاون، لان قوى الفساد مجتمعه عليها بما تملكه من نفوذ واعلام واموال بالتشويه والحرب والتزييف، مؤسسات فساد منظمة. لذلك أدركت أن لابد أن تتحد، واقع الحال السيء يجبرها على أن تعمل شيء لأوطانها، المخلصين الوطنيين، كل مخلص يشعر بأن هذا الواقع يجبر أنك تعمل شيء، ولا أمش، ولا ما أنتم كائن من الوطني بتروح تنحرف في أول اتجاه فيه مغرق. لذلك الأغلبية اليوم عندها رؤية، أنا ما زعم ترى أن هذه الرؤية متفق عليها من الألف إلى الياء، من أول واحد بالأغلبية إلى آخر واحد. لازلتوا تدركون أن الأغلبية وامتداداتها في كل الدوائر والشرائح والمناطق والأفكار والتيارات مما يوجد صعوبة في قضية الانسجام الكامل، لكن بالأخير في حد أدنى ينبغي أن يكون، في حد أدنى رؤية الأغلبية كالآتي: أن تعلن برنامج، برنامج محدد بنقاط، هذه النقاط هي الإصلاح السياسي الجذري لواقعنا الحالي، بتعديلات الدستورية، بإصلاحات التشريعية. زبدة الأمر، نريد تقوية دولة المؤسسات بإصلاح القضاء، بإصلاح النظام الإداري، بإصلاح ديوان المحاسبة وتقويته في الرقابة المالية، في قضايا مكافحة الفساد، وفي إصلاح سياسي في الدائرة الواحدة، في المفوضية، في القوائم النسبية، في الجمعيات السياسية، وزيادة عليها وهو قضية نظام انتخاب، نظام برلماني متكامل. هذا حطيناه ترى في البيان الأول كتلة الأغلبية. خلونا أقول لكم شيء، ترى مفهوم النظام البرلماني الكامل من خلال رصد وجدت أنه قليل اللي عارف أبعاد مقصودنا، وأنا ما ألوم الناس، نقول مصطلحات إذا ما تشرحها، إذا الناس ما تسأل عنها قد يكون عليها لبس، خاصة وأنت، يقول الشاعر: متى يكمل البنيان وأنت تبني وغيرك يهدم، إذا فما بالك إذا كان ألف يهدم. فإذا كنت تبني وراك واحد بس، إذا ألف يهبنون واحد يهدم، شلون إذا واحد يبني وألف يهدمون؟ الشاهد نظام برلماني متكامل، تدرون شنو يا شباب؟ نظام برلماني متكامل معناها أنه لابد أن يكون هناك دائرة واحدة، ولا بد ان يكون هناك نظام جمعيات سياسيه، ولا بد ان يكون هناك نظام قوائم نسبيه، ولا بد ان يكون هناك حكومه منتخبه. كلام صير تعداد حكومه منتخبه جزء من النظام البرلماني، جزء. نظام برلماني بمعنى ان النظام البرلماني الحين مثلا ببريطانيا، ولا النظام البرلماني وين ما يكون، يكون الحكومه كلها من المجلس. فلذلك هذا سيستدعي تعديلات دستورية بأن تختار الحكومة من داخل المجلس، بأن يزاد عدد الأعضاء، حتى وأنا عندي يقين بأن هذا حتى راح يرتفع معايير الاختيار، لأنك أنت بذاك الوقت ما تختار بس عضو، إنما تختار وزير. أنت مين معاي؟ تختار وزير، فعندك معلن أفكار وأهداف ونظام انتخاب، ويترجم شلون هذا البرنامج اللي يوضع بوثيقة. تذكر لما كنتوا تمرون علينا وقع كذا وقع كذا، وقع مكافحة الفساد، وقع مكافحة الطلبة، وقع نهج خمس قوانين في الإصلاح؟ لا، برنامج رؤية. لذلك أنا سميتها أمس برنامج سياسي منتخابي، أكيد بيترجم إذا جت الانتخابات لبرنامج انتخابي، لكنه بيكون برنامج سياسي مو فقط الانتخابات، إنما ما بعد الانتخابات أنت مجبر بتنفيذه. خطة تترجم رؤية بتواريخ محددة، بإصلاحات محددة بالقوانين والتعديلات الدستورية تترجمها، تنزل عليها قائمة الأغلبية. وين بيكون قائمة الأغلبية إذا إن شاء الله مشى الأمر؟ مقرها الرمزي ساحة الإرادة،
شفتوا امس لما اجتمعوا ال 35؟ شفتوهم امس؟ غاب منهم 2-3 مسافرين؟ راح يكونون هناك واقفين على المنصه ويعلنون برنامجهم. ويعلنون وثيقتهم. هذه الوثيقه اللي نلتزم في تحقيقها للناس. وهذه تواريخها وهذه موادها وهذه اجراءاتها. وفي كل دائره مقر واحد لمرشحين الاغلبيه. وفي كل دائره قائمتين. وفي كل دائرة قائمتين، أربعة بأربعة ثمانية في كل دائرة بمقر واحد، 8 × 45 مرشح. هذا الهدف، على التزام محدد، على التزام معلن، التزام سياسي ينزل فيه أسماء معلنة للناس. يعين الله بيصير في كثير من القيل والقلق، بالأخير البلد ما راح تمشي بالفردية. احنا لا نعيب الفرديه فقط في السلطه التنفيذيه، ايضا خلينا نعيب الفرديه في عملنا ولا لا؟ وترى هذه طامه الامور. واذا تذكرون انا في تصريح صرحت مره قلت اني اعيب الفرديه، لكن هنا اقصد الفرديه في العمل البرلماني كما نعيبه في العمل التنفيذي. فاليوم البلد اكبر من اي فرد، الالتزام ينبغي ان يكون البرنامج، الشعب يجب ان يختار لبرنامج، اذا نجح فلان ولا سقط مو اكبر الهم. نبي نتحسف على بعض الاسماء، خلينا نتحسف، لكن أعظم من الأفراد هو أن يكون هناك الالتزام. هذه الفكرة اللي نأمل أن تحسن المخرجات، أن يكون فيها التزام ظاهر. ولذلك أنا يعني قلنا أمس مرارا أيضا نطالب السلطة اليوم. أختم بهذا الأمر، أنا أقوله بشكل صريح كما قلتها من قبل في استجواب رئيس مجلس الوزراء في الجلسة السرية، قلتها في خطاب مباشر لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في نهاية الاستجواب. قلت هذا الكلام كررناه عشرات المرات بجميعنا بألسنة المختلفة، المرحلة تستدعي مرحلة الشيخ عبدالله السالم في 64. ولذلك الخطاب اليوم، كل سلطة كل حاكم يزن التطور السياسي في البلد، يزن المتطلبات الشعبية، يزن مناشدات الشعوب، مطالباتها، استحقاقاتها، وعلى أساسها تكون أن هذه الأمة خاصة في النص الدستوري الواضح مصدر السلطات، صاحبة السيادة مصدر السلطات، ما يمكن خاصة في الكويت واقعنا التنفيذي واقعنا الفعلي. ترى الكويت دائم يعني على أساس لا استطرد على السريع، الكويت من البداية اختارت أسرة لتحكم مو أسرة فرضت حكم، وهذا يجعلها مختلفة عن كل المحيط المجاور. وأنا قال بعيد، ما حد أخذ شيء بسيف، ما حد أخذ شيء بذراع، الناس انتقوه. ولذلك الشعب يرى الأسرة منا وفيه، والأسرة ترى الشعب امتداده، فلذلك الشعب حضنها وكبرها وعطاها وميزها. فاليوم يجب، هذا واقع يجب أن يدرك. وبالتالي اليوم المطلوب من الحكم، من الأسرة، من السلطة، من أي حكومة قادمة، ولذلك دائما أقولها أنا، الذكاء بأن تسبق المطالبات. فلذلك تجد كل حاكم، كل حاكم أو سلطة أو حكومة سمها ما شئت سبق الشعب في المطالب في الاستجابة للطلبات، أعطى أقل مما يأخذ الشعب لو أنه ما استجاب. أي سلطة تتأخر عن المبادرة أو الاستجابة للمطالبات ستعطي أكثر مما لو بادرت. فاليوم الدعوة للسلطة بالكويت، الحمد لله كلنا ندافع عن دستور 62 وفي مادته وفي رغبتنا، حنا نعرف شنو معنات البيعة ونعرف شنو معنات، الحمد لله هذه مادة من مواد الدستور، أسرة الصباح احنا مختارينها برضا ودافعنا برضا وملتزمين وفقا لقسم وفقا لنصوص دستورية. لكن بالأخير الالتزام يقابل الالتزامات، مو التزام واحد يقابل عشرات الالتزامات. وأن يشرك الشعب وأن ينصف الشعب وأن يعطى الشعب وأن يمكن الشعب من إدارة شؤونه ومن إدارة دولته ومن الرقابة على الحكومة، بحكومة تمثل الشعب تمثل رأيه، والشعب قيم على الجميع. فلذلك هذه المطالبة بأن تتم المبادرة بالاستجابة لمثل هذه المطالبات، وأنا أتمنى أن يكون هذا الالتزام من الآن علني ومتوافق مع هذه المطالبات الشعبية، أن يكون هناك مثل ما حنا نتعهد للشعب، السلطة تتعهد للشعب أنها ستقبل هذا، مثل ما نحن الآن نتعهد للشعب بأننا هذه معاييرنا
أن السلطة الآن تعلن أيضاً استجابتها لهذه المطالب الشعبية. ترى من يظن أن هذه المطالبات مطالبة فلان أو فلان واهم، ترى من يظن هذه مطالبة الأغلبية ترى واهم. وأنا بس أذكر بشيء بسيط، ارجعوا أنتم ما شاء الله عليكم بهالتويتر وبهالتكنولوجيا، شوفوا بعض المطالبات، ترى بعضها صار 3 سنين وثلاث سنين ونص ما صارت رأي واحد عليها، كان في اختلاف علني بعضها في الانتخابات اللي فاتت على التعديلات الدستورية، اختلاف علني بيننا، اختلاف علني، لكنها هي مطالب الشارع فرضها، هي مطالب الشباب فرضها، هي مطالب الحراك الشعبي فرضها. فاليوم يجب أن يقيم الأمر صح أن هذه مطالبات شعب، ولذلك دعوتنا للسلطة بأن تعلن توافقها معها والالتزام فيها حتى تجري انتخابات عليها ويتبين الأمر، ومن بعد ذلك يقدر الله عز وجل لأجل هذا البلد أمر خير إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية، إنه ولي ذلك القادر. جزاكم الله خير على هذه الدعوة، وإذا في أي سؤال أبرك سعادة. لا، لا ما إذا في أي سؤال أنا ختمت كلمة. احنا راح نبدأ بأسئلة، وإن لم تغطي ما كان مخطط له من محاور راح نرجع إلى محورنا اللي الثاني. فاحنا راح نبدأ كالعادة سؤال يمين سؤال يسار وسؤال في الوسط، وبعدين نرجع مرة ثانية. ففي أحد في اليمين، أحمد بس أحد يفر لنا الميكروفون. أبو محسن اليمين، في أحد عنده رغبة في السؤال؟ في أحد من الجهة هذه؟ لا. طيع هناك عندهم طيع. لا تطيع. لا لا لا. اليوم سلاح هذا التويتر ما ساكن إيه. لا أساس. ونكمل بس بعد إذنك بدر، ورحب فيك ورح في الدكتور خالد شخير الله يسلمه. رحب نيابة عنا مطيع ما دام جاك الميكروفون. هو مرحبا لك ومحسن ما في مثلك. بس نبدأ سؤال الأخ تفضل. يلا حي أبو بدر، أهلا وسهلا فيك بمحلك. يعني محلي وبعدين أنا ما يصير فيصل نسمع عندنا بخامسة مالي. الله يستاهل أبو علي. استعادتنا فيه مجموعة، ولكن يعني كلمة لا بد أن تقال. تفضل. زاد فضلك. أول شيء الله يحييك أبو علي، والكلام اللي قال أخوي ناصر تستحقه، يعني ما زاد شيء، أنت هذا اللي جبته وتستاهل بذراعك. لكن الأسئلة اليوم المطلبات يعني راح نواجه فيها أزمات حقيقية. المطالبات سابقا كانت دستوريا مشروعة، محاسبة موجودة. اليوم المطالبات كلها تعديلات تحتاج لتعديل. هل في خطة للأغلبية إذا رفضت، أو أنها يعني للأسف يعني براءة ذمة بس؟ لأن راح نتواجه مع ما يعيق ما نبيه. شون راح نتواجه مع ما يعيق، لأنها كلها تترتب على تعديلات دستورية. جزاك الله خير على السؤال، وأنا بدوري أيضا أرحب بالأخ الفاضل النائب دكتور خالد شخير، ويعني مكسب من مكاسب المجلس 2012، بنسمي مجلس 2012، فحياه الله. ويعني حقيقة هو أخوانا الجدد، الواحد والله يفاخر فيهم. يعني أنا توني أتكلم عنهم بالأغلبية، وما قلته ينطبق على الجميع، هم أولهم أخوي خالد الله يوفقه. أنا أشوف أخ الكريم، إن أولا خلنا نقول يعني إذا كنت تتكلم أنت قصدك تعديلات، كلام جميل إن جزء من هذه الأمور يحتاج تعديلات دستورية، صحيح؟ يعني هي بس مو مقاطعة، أولوياتنا اليوم قبل محاسبة ناصر محمد واضحين. نعم، كانت محاسبة وكانت مشروع، اليوم أولوياتنا تتوافق مع طيب شغلات. لا شوف، هو كانت مطالبنا في المحاسبة كانت مطالبنا قديمة، لكن تغيرت المرحلة وبالتالي تغير أيضا المطلب، أو صار اجتماع المطلب، ولا زالت مشروعة مطالبنا في التعديلات الدستورية، هي تنبثق من الدستور نفسه. لذلك الدستور الآن نص في مواده الأولى، كان الحوار في لجنة الدستور، في لجنة وضع الدستور واضح، كان كثير من الأشياء
يعني تم نقاشها وأجلت بعضها لمراعاة الظرف الاجتماعي الكويتي، مع حطوا نص مادة أن بعد 5 سنوات يصير تعديل، وهو لأجل أن يكون لزيادة المكتسبات الوطنية والمحافظة على الحريات وإلى آخره. فلذلك أن نطالب هو مشروع، يبقى الاستجابة ما أقدر أجزم فيها الآن، ولذلك أنا طلبت من الآن أن السلطة تتعهد مثل ما حنا قاعد نتعهد الآن للشعب، لأن هي مطالب شعب، ودنا أن السلطة تعلن بالتزام علني واضح التزامها في قضية مثلا مثال أن الحكومة تأخذ الثقة من المجلس، أن سنوافق على تعديلات دستورية باللائحة البرلمان اللي بعد 2 سنين، أن الحكومة ما عندها مشكلة في قضية أن تحترم إرادة الشعب في أن تكون الأغلبية ممثلة أو الحكومة من البرلمان منتخبة. هذا حقنا مطالبة مثل ما حق أي مواطن، وحنا تعبيرا على الأمة راح مطالبة. يبقى الاستجابة هي أيضا محكومة بنصوص دستورية. إحنا ما نقدر نفرض واقع، يعني أنت اليوم وأي واحد من الشباب يدعونا إلى احترام الدستور والنصوص القانونية، صح؟ بل يدعونا إلى محاسبة الآخرين لأنهم تطاولوا على الدستور والمؤسسات، صح؟ فلتالي إحنا شو اللي ساءنا؟ لما تم التطاول على الدستور، تم تعطيل مجلس الأمة، وتم، فلذلك صارت منشدات الناس، فما نقدر إحنا نطلع عن سياقه. خلنا أكمل بس. أنا فاهم قصدك، بس خلنا أكمل. توضيحية معلش أبو علي، أنا ما أقصد إن نطلع، هل في خطة؟ إيه أبى أقول لك، أنا واصل. فلذلك الآن لنفترض خيارين، أن السلطة هي لابد من توافق، لذلك الدستور الكويتي يعتبر من أجمد الدساتير في العالم، وأنا دائما أقول الشيخ عبدالله السالم لما وافق أعطى بيد وأخذ بعشر، وهذا اللي مساء قلته أن لما يعطي الواحد يسبق الوقت يأخذ أكثر، فلذلك أخذ ضمانات. أبرز هذه الضمانات ألا يعدل نقطة في الدستور، نقطة من حيث المبدأ، إلا بالتوافق مع إرادة أغلبية نيابية. فبالتالي أنت إذا ما حصل هذا التوافق هو إجراء دستوري. فخلنا نحط الخيارين، إذا مثلا سمو الأمير قبل هذه، وهذا ما نبتغيه وهذا ما نطالب فيه وهذا ما يحق مصلحة البلد والشعب، ما نرى أنه يحق مصلحة البلد والشعب، هي بالأخير المفترض هذه الضمانات اللي عظمت في قضية التعديلات الدستورية، ليش؟ حتى لا تكون التعديلات خلافا لمصلحة البلد والشعب. فبالتالي حنا مقتنعين أن مثل هذه التعديلات هي تحقق مطلب البلد والشعب، ولذلك ندعو إلى قبولها وتبنيها والإعلان عنها من الآن. لكن لنفترض أنه وصلنا وتم التقديم وتم الرفض، تم الرفض وهو خيار دستوري، وهو إحنا ما نقسم عليه، وهو ما الشعب كله يطالب في دستور 62 إلا أن يعدل وإجراءات تعديلة واضحة. لا، إحنا نملك أدوات سياسية. الأدوات السياسية شنو؟ من الأدوات السياسية هي أنك أنت ما عندك في آليات تعامل مع الحكومة اللي هي تمثل السلطة، وبالأخير سمو الأمير يتولى سلطاته بواسطة من؟ وزراء، المادة 55. رح يصير هذا مدعاة الشارع، يعني أنا أتخيل السيناريو، الشارع لن يقبل، والشارع سيظل يطالب بهذه المطالبات، وحنا بالتالي نمثل هذا الشارع سنرفض نتعامل مع هذه الحكومة. فيصير الضغط من خلال أدواتك الدستورية والسياسية المقبولة والمعتبرة والمشروعة واللي كل دول العالم تقوم فيها. فأنت هنا راح تتعامل مع الحكومة بنفس غير نفس التعاون، لأن لم تحترم إرادة الأمة اللي أنت تعبر عنها وتطالب فيها، واضح؟ فلذلك هني إما أن تعلق المؤسسات مرة أخرى نعود لنفس الدوامة وهذا ما لا نبتغيه، وأما أن يكون هناك توافق لنجرب، إذا ما يبون لنا قناعات، ما الواقع الحالي ما أدى إلى نتيجة. الواقع الحالي ورطنا في هالمصائب وهالأنفاق وهالجحور اللي حنا تعاني فيها البلد. فبالتالي اقبلوا خيارات أخرى، خيارات لما ترفع، وهذه نقطة مهمة، لما ترفع، ليش أنا أقول لما نرفعها بانتخابات كأغلبية وكبرنامج؟ لنتخيل الشعب جاء وصوت وطلع منها 40 اللي بينزلون عليها مثال، طلع 35، شنو قال الشعب؟ شنو رأي الشعب؟ لأن في آخرين مرشحين معاك، أنت سينزل آخرين غيرك ضدك بالمبدأ، ضدك بالمنهجية، ضد. فبالتالي شنو معنات نتائج انتخابات؟ وهو في النظم البرلمانية أن أي حكومة تشكل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار رؤية الشارع في التشكيل، رؤية الشارع في المطالبات. السلطة معناها يعني بيكون الأمر كالآتي، أن هذا العنوان اللي احنا طرحناه، قولوا يا شعب تبونه ولا ما تبونه، فإذا يبونه نجحوا أهله اللي نازلين عليه، وبالتالي ينبغي أن تحترم هذه الإرادة وأن تترجم في اختيار الوزراء، في اختيار حكومة، أو وأعظم، وأن تترجم وأعظم، ما
مو أو أعظم وأن تترجم في قضية تحقيق المطالب بتعديلات دستورية أو إصلاحات تشريعية لتمكين دولة المؤسسات. الله يعطيك العافية. أحد من أبو بدر يعني والشباب محمد عندكم شيء يضيف الله يحفظكم، ترى هالكنوز هذول مكسب. السلام عليكم. مساك الله بالخير. شلونك؟ طيب. اول شيء يشرفنا حضورك اليوم، وحنا نتمنى ان شاء الله ان نكون انطلاقه للدائره الخامسه بهالكلام الطيب. سمعنا في الاونه الاخيره او الايام امس او اللي قبله ان الحكومه استدعت الشيخ عذبي. معاي دكتور؟ الحكومة استدعت الشيخ عذبي لتواجدها بسبب قربه من التيار السلفي، هل صحيح الكلام هذا؟ مرة ثانية لو سمحت. أقول إن سمعنا في اليوم وأمس إن الحكومة استدعت الشيخ عذبي بسبب قربه من التيار السلفي، أو بسبب تعامله أو قربه التام من التيار السلفي، هل صحيح إنه استدعت الحكومة؟ طيب. شكراً. جزاك الله خير. أنا طبعا لا أعلم والله عن هالمعلومة ولا تهمني بكثير ولا أتوقع أنها صحيحة يعني بأخير، لأن بالأخير التيار السلفي إذا تقصد يعني تدري أنت تقصد جمعية التراث، تقصد السلفيين بعموم، تقصد من بالضبط؟ لا بصورة عامة. إيه لا بس ما أعرف كالمعلومة ما أعرف، لكن بالأخير يعني أعلم عن نواب الأغلبية على الأقل أن لا يمكن يملكهم رجل ولا يمكن يحركهم رجل أيا يكن هذا الرجل باسمه، فهم اسمائهم أكبر مني. يلا فيك. السؤال من أجل الرأي الدولية شوي نبي نتكلم عن التحديد. أنا بس بقول واحدة لو سمحت لأن نسيت فقرة. يعني أنا أعجب من مجلس 2009 أن اليوم تتوالى التصريحات وآخرها تصريح رئيس المجلس الأمة 2009 الخرافي. يعني الأخ جاسر الخرافي اليوم يقول أني أنا أنتظر وأنا باقي وأنا إن شاء الله أول ما تشكل الحكومة راح أدعي لجلسة أنا أستغرب يعني حقيقة، وكان تصريحات لنواب قبله ويتسابقون على الغرف ويتسابقون على الكراسي. مجلس يعني الآن مجلس صادر فيه مرسوم بالحل، يعني إرادة الأمير كرأس للسلطة التنفيذية وتمثل السلطة التنفيذية صدرت مرسوم بالحل. مجلس الشعب الكويتي قال كلمته فيه بتسقيط معظم من كانوا يعني يشار لهم بالبنان في التورط. يعني يا أخي في شيء في احترام إرادة الشعب. الحكم إذا كان بيتحجج في قضية أن تنفيذ الحكم قلنا أنه ليس بصحيح، وأن رئيس الوزراء ليس ملزم ولا الوزراء بأن يجب أن يكون في جلسة ويقسمون أمامه حتى يوقع المرسوم. الوزير يمارس دورة تنفيذي رئيسا أو وزراء يمارس دورة تنفيذي بالقسم أمام سمو الأمير، ويمارس دورة تشريعي بالقسم أمام مجلس الأمة. فلذلك الحكومة الجديدة بمجرد قسمها أمام رئيس أمام سمو الأمير تمارس دورها التنفيذي، وبالتالي اكتملت الأركان أنها حكومة ولها رئيس فيوقع مع سمو الأمير على مرسوم الحل، وهذا ما ينبغي أن يكون، وغير هذا بالنسبة لنا مرفوض، وبالنسبة لنا إحياء في مجلس فساد وقبيضة. هذا جانب. جانب الثاني غير صدور المرسوم، وين كراماتكم يا رجل؟ وين كراماتكم كنواب تمثلون أمة؟ نواب تمثل أمة مسقطة في انتخابات، شعب لافظها، إرادة شعبية حرة واضحة، والله لا أول شيء ساكتين، بعضهم أرانب، جلسة بعدين تطورت والله الميزانيات، بعدين تطورت والله نطلع صيف وبعدين نرجع. ألي هذه الدرجة أدوات؟ ألي هذه الدرجة بعضهم مزهريات يجيبونه يحطونه على الرف ولا على الكرسي على أساس يكون يكمل عدد؟ ألي هذه الدرجة أرقام من غير يعني؟ والله الواحد لو كان عضو في مجلس 2009 وإن ما عليه شعره براسه وإن مسوين فيها الشكل إنه يقولون مع السلامة، بيجيبونكم عشان والله تعالوا عشان نقسم قدامكم؟ شو هالمذلة؟ إذا ما لكم كرامة ترى الشعب له كرامة،
راح تحضرون باسم الشعب، فعيب. قولوا لا ما راح نحضر. المفترض أنتم أولى الناس بأن تقولون لا يكفي القسم أمام سمو الأمير ورفعوا كتاب. أنتم أولى الناس بهذا القول، لكن مع الأسف تثبتون مرة أخرى أنكم لم تكونوا نوابا للأمة، تثبتون مرة أخرى أنكم نواب إلا الرئيس، تثبتون مرة أخرى أنكم أدوات في قضية ضرب مصالح البلد والشعب ومؤسساته. الخطاب بالعموم، ولا أقصد كل من كان عضوا في مجلس 2009، إنما مقصودي معروف. قضية التحويلات، الناس فهمت من قضية التحويلات أنه شخص شخصين ثلاثة مسؤول مسؤولين. نبي من خلال اللجنة كم عدد المسؤولين المتورطين في هذا، يعني حنا اللي بعدد تقريبي إذا مو عدد بالكامل، أساس يستوعب الشارع حجم الخطورة اللي هو فيه. شوف أخي الكريم، أنا شاكر لك هذا السؤال، وأنا خليني أقول بالبداية، يمكن أمس في يعني كان مطلوب مني من قبل الأخوة في كتلة الأغلبية أني أتكلم عن التحويلات، لذلك إذا تلاحظون أني طولت أكثر من الباقين اللي ما التزموا فيهم يتكلمون، يعني بعض أخوانا جزاهم الله خير ما التزموا لذلك. فأنا تكلمت 12 دقيقة، هذا مقدر شاهد، تكلمت 12 دقيقة ترى عن التحويلات حتى نبين للناس أمرين. أول شيء أن أمانتكم ردت إليكم، لأن هذا التكليف باسم الأمة، وبالتالي انحلت الجلسة، عفوا انحل المجلس، فاللجنة الآن في جزء من أعمالها سري ووثائق ما نقدر احنا نقوله لأن هذه أسرار عند اللجنة، لكن بالنسبة للمعلومات وما اكتشفناه هو حق الأمة، وحملنا المجلس القادم مسؤوليته في أن يتابع هذا الأمر. خليني أقول أيضا شيء، شنو معنات أن أنت ليش ما تروحوا للنيابة؟ حاول يطرح بعض الناس، روح النيابة. طيب أنا شلون أروح النيابة؟ أروح النيابة المفترض من خلال مجلس الأمة، اللجنة بكبرها ما تقدر تروح النيابة، تعلمون هذا ولا لا؟ وفقا للنظام اللائحي والدستوري اللجنة ترفع تقرير المجلس، يصوت عليه المجلس، يروح للحكومة تحيلهم للنيابة. فبالتالي هذه نقطة فيما يتعلق في الشق الجنائي، فيما يتعلق بالشق الجنائي، فالمفترض أن يروح من خلال المؤسسة، اليوم أضعف أن يروح بإطار فردي، ولا بيسوون مثل ما سووا في قضية البلاغ اللي قبله، لا، يروح بناء على لجنة كلفت باسم الأمة، اجتمعت 23 اجتماع أكثر من 100 ساعة عمل، زيارة المؤسسات وطلعت على وثائق 7 زيارات، رغم التعتيم رغم كذا في شهادات ملموسة، توثق بالبيانات، توثق بالأدلة، توثق بالشهادات بالأسماء، ثم تروح من خلال المجلس بالإحالة للنيابة. ما يبون هالطريق من الإحالة، لذلك ترى بعض اللي يطرح بسيط حبيب، عنده حماس عنده شيء نعذره، لكن بعض اللي يطرح ترى بذكاء وبخبث، ذكاء بالخبث، لأن يبون أن يضعفون من قضية هذا الأمر، ولذلك 3 شهور وهم ضرب في اللجنة وما عندهم شيء، وراح محكمة الوزراء وقال محكمة الوزراء شأن جنائي وأنا شأن سياسي، راح ديوان المحاسبة، شوف من أبرز الأشياء اللي كان استشهد فيها، انتبهوا لها يا شباب، ايش كانوا يقولون عن محكمة الوزراء؟ خلاص شنو تبون أكثر؟ المفترض اللجنة التحويلات تنحل. طيب أحد منكم سمع أنه يقولون ايش حق مجلس ديوان المحاسبة مستمر في تحقيقه؟ أحد منكم قال المفترض ديوان المحاسبة يوقف لأنه طلع معاي؟ فهمتوا قصدي؟ ليش يوم طلع تقرير حكم أو قرار محكمة الوزراء ما قالوا خلي يوقف ديوان المحاسبة؟ لأنه يدرون ديوان المحاسبة الأخير بيأتي بإدانات إدارية، ومع الأسف تقرير ديوان المحاسبة لم يكن على المستوى اللي ينبغي أن يكون. نعم فيه، قلت فيه معلومات فادتنا وفي حد معين فادنا، لكن أيضا يكتب بلغة اللي يراعي وبلغة الإدارية وليس بلغة الاتهام. أنا أقول بالأخير أخوي ناصر، السؤال اللي سألته خليني أقول لك شيء، حنا ترى لجنة تمثل برلمان، فبالتالي حنا نتكلم في وتحقيقنا سياسي مو جنائي، فإذا تتكلم لي عن كم عدد المتهمين جنائيا ما أقدر أقول لك ولا واحد، لأن هذا ما ينبغي أن يثبت إلا من خلال المحاكم ومن خلال التحقيق الجنائي، لكن تقول لي سياسيا لا، عشرات، كل من خالف قانون أو لائحة أو تنظيم
فهو خالف. أعطيك مثال، لما يكون مثلا رئيس مجلس الوزراء بناء على تعليمات أو ديوانة يطلب من وزارة الخارجية أن تحول للسفارة هالكثر المبلغ، هذا المال في ميزانية الوزارة الخارجية، بأي حق أنك تحولها لأجل، حتى لو لأجل الديوان، الديوان عنده ميزانيته، يقول تسدده بعدين، وليش تسدده بعدين؟ ليش ما يدفع قبل؟ وليش ما يحول هو مباشرة؟ أعطيك مثال، لما سفارة تسحب مكشوف، وهذا تقرير الديوان ترى، تقرير ديوان المحاسبة، مكلف السحب على المكشوف من ميزانيات وزارة من سفارات جنيف ولندن 423 أظن ألف دينار، نص مليون حوالي سحب على المكشوف غرامة، هذا هدر المال العام ولا لا؟ فكل من اتخذ هذا الإجراء فهو مدان. وأنا أتكلم عن وفقا قانون الأموال العامة، قانون الأموال العامة ترى ما يجرم على قضية الجريمة مو فوق بالبوق، تبديد المال العام يعتبر جريمة، تبديده فتضيعه. فلذلك اللي مخالف، يعني مثال أعطيك مثال وهذا من المؤلم، وقلت أمس رئيس مجلس الوزراء من أول ما تولى قال طلب من وزارة المالية لا يراقبون حساباته، ولا حسابات أقصد الديوان، أن معفية من الرقابة المالية، الرقيب المالي ما يطالعها لا قبل ولا عقب، ولا ورقيب ديوان المحاسبة يطالع العنوان ولا الشكل. مع الأسف تعليمات شفوية، يعني خلينا أعطيكم إياها بتمثيل آخر، الآن الأوامر من 7/2/2006 إلى 28/11/2011 حوالي 5 سنين و9 شهور، 5 سنين و9 شهور، الأوامر حوالي 550، أساس تقريب الأرقام الضعماء 550، 100 اللي مكتوب و400 وشوي اللي شفهي، شلون تقبل أمر شفهي؟ فاللي أمر شفهي غلطان، واللي استقبل الأمر الشفهي غلطان، واللي نفذ الأمر الشفهي غلطان، هذا ترى تمر في 10-12 وانت ماشي. فلما تكون لجنيف هالكثر ولندن هالكثر، فما بالك لما أقول لك هالمال يجيني سفير يقول والله أنا عطيتها، من عطيتها؟ والله ما أعرف. شو تعطي فلوس الكويت واحد ما تعرفه؟ قال والله أنا جاني أمر. منين جاك أمر؟ من الخارجية؟ قال لا، ما أنت سفير، تعليماتك من الخارجية. قال لا، من ديوان رئيس الوزراء. شلون يجيك تعليم من ديوان رئيس وزراء وانت سفير؟ ما ترجع لوزير خارجيتك تقول له جاني، وزير خارجية جيني يقول لي ما ادري. 5 سنين ونص ويقال ان تحقيق مصلحة العليا للدولة، وفي الخارج اول مسؤول عن هالملف يكون منه وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. يعقل ان لمدة 5 سنين ونص في اوامر تعدت 500 في عشرات الملايين من الدنانير، طوال هذه المدة من خلف وظهر وزير الخارجية لا يعلم، وتقولي بحق مصلحة عليا للدولة؟ مصلحة عليا للدولة أن يأتيني سفير يقول، أقول له تعطيت واحد تعرفه؟ يقول إيه عطيت. أقول عطيت أحد ما تعرفه؟ يقول إيه عطيت. أقول لي ما تعرفه شخصية عامة؟ يقول إيش تقصد؟ قلت بتقول مصلحة عامة الدولة وسياسيين وإعلاميين؟ قال لي، قلت مو مفترض يكون معروف أثره؟ تعطي واحد أساس له دور في دولته، في حكومته، في مؤسسة، في هيئة دولية، عساس القرار للدولة. قال والله صراحة عطيت مثل هذولي، بس عطيت ناس ما أعرفهم أيضا. ترى هذا كلام كل السفراء، 17 سفارة اللي كان في هذا الأمر، عطيت واحد ما تعرفه. طيب سياسي؟ قال والله ما أدري. ولذلك بعض الأسماء اللي طلعت، أنا ما أقدر أقول عن بعض الأسماء أن أثبتها أن مثل ما قيل مصمم أزياء ولا مطرب ولا، أنا ما أقدر أقول، لكني أقول لم تثبت لنا الوزارة ولا الوثائق أنهم مو هالشكل، واضح؟ أنا ما أقدر أقول أنهم أنه مطرب ولا مصمم، لكن لم يثبتوا لي أنهم أيضا لم يثبتوا لي أنه مو مطرب ولا مو بالوثائق. تشتري سيارة 120,000 دينار أو 120,000 دينار سبورت وتحطها بالسفارة في قطر؟ في بالسفارات سيارات سبورت؟ أوستن مارتن إيش اسمها هذه؟ في إنك في جنيف في شيء في مكتب علاج بجنيف؟ في مكتب صحي؟ ما في. وفي وزارة صحة، وكنتوا أنتوا نظام في مجلس الوزراء تعطي الأموال وزارة الصحة وهي تدز ولا لا؟ إيش معنى هذه دزيلها 250,000 دينار على أساس علاج؟ لا، ويجيك السفير ويقول لم نعطي كويتي،
عطيت علاج؟ لا. عطيت كويتي؟ لا. اليوم فصلنا عندكم شوي. عطيت علاج؟ لا. عطيت كويتي؟ لا. وحنا مستضيفين الوحيدين اللي كررنا مرتين السفير في جنيف وثلاث مرات المستشار. هذه جنيف ستة وأظن والله نسيتها 56% من التحويلات. وبالسؤال المباشر عطيت كويتي؟ لا. كلهم أجانب؟ كلهم أجانب. في شيء للعلاج؟ لا. في شيء فواتير فنادق؟ لا. وإذا أنتم يعني سمعتوا شيء حنا سمعنا شيء صحيح منهم في هذه النقطة تحديدا. فلذلك نعم سياسيا كل من خالف نظام يبقى هو مخطئ، يبقى عقوبته قد تكون عقوبته إيقاف عن عمل، قد تكون عقوبته خصم، قد تكون، وبعضهم يستحق العزل، وكثير منهم يستحق الإحالة للنيابة. فلذلك هذا ملف أختم فيه بالآتي. أنا فصلت أمس أن لم يثبت، لم يثبت، وأنا أقول وكلامي دقيق، لم يثبتوا لنا بأدلة قطعية من خلال الوثائق اللي قدموها لنا أن هذا الأمر كما يقولون أن للصالح العام أو أن سدد. لكني أختم بالآتي، أعظم من كل هالملايين، قلت أمس وأكررها الآن يا شباب، لا يعني لا يلفت انتباهنا كلمة أو مبلغ أو اسم. أحيانا ترى الناس هذه التغريدة اللي تأخذ أكثر ريتويت، حط اسم بس، حط قيمة. لا، ترى أحيانا في المبدأ أعظم أثرا وضرا. لما يكون منهجية الدولة بإدارتها بهذه الصورة، لما يكون منهجية رئيس مجلس وزراء الرجل التنفيذي الأول ومجلس وزراء كانوا طرمان ما ناقشوه في هذه القضية ولا استوقفوه، ولا عقدت جلسة لمناقشة حق تبعد إثارتها، عقدت على إيداعات ولم تعقد جلسة بمجلس الوزراء على التحويلات. هذه مسؤولية سياسية، هذه مسؤولية سياسية، لأن مجلس الوزراء شنو المادة تقول 123؟ المهيمن على مصالح الدولة الذي يرسم السياسة العامة للدولة. فلما هذه أثيرت مست الجميع، مست سياسة الدولة، كان مفترض أن تناقش، كان مفترض هم أول من يواجهون رئيس مجلس الوزراء السابق ويقول وضح لنا، ويقدمون استقالاتهم عليها أو يطلبون محاسبته، لأنهم كانوا شركاء في كل هذا، لأن بوقتهم كل هالحكومات، أو يطلعون يقولون إحنا والله نبرأ إلى الله ما ندري عنه كم من ورانا. لذلك لما استغال محمد صباح السالم في هذا الإطار، إما أن يثبت بأن كان يعلم وبالتالي تحمل مسؤولياته، وإما أن يقال أنه طلع بناء عليها وتحمل مسؤولياته بالخروج. ولا أنا اللي أبرر أو أتهم الآن، لكني أقول أعظم منها هالعشرات الملايين هو أن الرجل التنفيذي الأول اللي يدير شؤون الدولة واللي يشرف على أمواله، يا رجل تحته الاستثمارات 256 مليار دينار قبل سنوات، ما أدري اليوم كم. فإذا هذا الباب إحنا قلناها من قبل، من سوى في الشيكات، سوى في المصروفات، تطورت إلى أبواب أعظم وأعم لأنها منهجية. فلا لا لا مثل مرة أخرى أقول، يشدنا أحيانا الشيء اللي يصارخ لكننا نغفل عن أن المنهج. لذلك اليوم من الفوائد شنو؟ أختم بهذه، من الفوائد شنو؟ فقط بس أثير قضية تشكيل لجنة التحقيقات، ولا طلع ولا أمر من ديوان رئيس مجلس الوزراء بناء على هالآلية السابقة، وقف. فقط من يوم تشكلت لجنة التحقيقات وبدأنا التحقيق، وزارة الخارجية، يجينا الوزير، يجينا الوكيل يقول وقفنا هذا الإطار الآن، ما نقبل أي أمر شفهي، ما نقبل أن نطلعها، ولا يقبل أن أي سفير الآن نادي يقول لا اليوم ما في عندي أمر شفهي، لازم أخذ من الخارجية. فأحيانا ترى ما نعلم أن إثارة هذه الأمور شنو سوت من إصلاحات عظيمة وأوقفت، لكن مع الأسف لما يستمر منهج الفساد يلقى له أبواب ثانية. ولذلك أنا دائما أقول لو حوسب صح في الشيكات ما دفعنا هذه الآلام ولا المعاناة ولا هذا الانحدار اللي صار، لكن لأننا لم يحاسب صح لا من المجلس ولا من السلطة، إنما كوفئ أعطي الثقة وعين رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى. فلذلك كانت الآثار أعظم وأعظم. وأنا ما أتكلم الآن عن فرد، تلاحظوني ما قاعد أسمي، أتكلم عن مناصب. فلذلك أي من واحد يتولى مسؤولية إذا لم يحاسب الضر أعظم. جزاكم الله خير. أبو بدر قولوا شيء يا جماعة. أيوة تفضل تفضل بدر، أنا بجبركم. لا أنا بجبرهم، ما عليك، لازم نسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هناك من كلمة بحق أبو علي، لأن احنا كشعب مطالبين أن نقول للفاسد يا فاسد، وأن نقف بوجه هذا الفاسد،
ولكن كذلك نحن مطالبين أن ندعم المصلح وأن ندعم اللي تعرض لأبشع الحملات لضربه والنيل منه. اسمحوا لي إذا كان هناك تسمية تطلق على مسلم البراك وهو يستحقها اللي هي ضمير الأمة، تسمحوا لي من ملتقى الخامسة أن نطلق على أبو علي صوت الأمة. صوت الأمة، صوت الأمة، لأنه الأول في الدائرة الثالثة اللي تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي. وحصول أبو علي في الانتخابات السابقة على مراكز المركز الأول هو دليل واضح أنه هو صوت الأمة. كذلك لا يفوتني أن أشكر الشعب الكويتي على هذا الحضور الطيب في ساحة الإرادة، لأن لازم تعرف السلطة أن صمام الكويت، صمام الأمام في الكويت هو الشعب. متى ما حادت أي سلطة عن مسارها يخرج الشعب ويصحح الأوضاع تجسيدا للمادة 6 من الدستور: الأمة مصدر السلطات. بالنسبة لكتلة الأغلبية، كتلة الأغلبية لم تشكل نفسها، وهذه نقطة جدا مهمة وجوهرية. لا حد يعتقد أن كتلة الأغلبية اجتمعت وشكلت نفسها لاتفاقها على شيء. لا، كتلة الأغلبية وأنا أحد أعضاء هذه الكتلة أجبرنا الشعب على أن نكون في كتلة. ما اجتمعنا، احنا نمثل كتل ونمثل آراء مختلفة، لكن بعد نتائج انتخابات 2-2 الشعب الكويتي وجعلنا في خندق، قال احنا طلعناكم ونبيكم تتحدون مع بعض. اتحدنا، وهذه نقطة موجهة للشباب وللشعب الكويتي، كانت رسالتنا اللي وصلتونا بناء عليها ان نكشف الإيداعات ونكشف التحويلات وعدم رجوع ناصر محمد ونضرب الفساد ونقدم تشريعات، وكما وعدناكم مشينا في هذا الوعد. يمكن أخوي عادل الدمخي أمس وضح جزئية أن أثرنا الإصلاحات السياسية على الإصلاحات الدستورية، لكن اليوم يجب أن يكون للشارع والشعب الكويتي هو من يضع البرنامج الانتخابي للانتخابات القادمة، اللي أصلا البرنامج واضع نفسه ولا مناص عنه: الإصلاحات الدستورية. إذا كنا بنجامل على حساب كراسينا أو على حساب الوطن نقدر نقول الأغلبية حوربنا و و و، لكن هذا الخطاب ما عاد يصلح الآن. يصلح الخطاب أن نجي ككتلة أغلبية ونعرض إصلاحاتنا الدستورية اللي تطلع البلد من النفق المظلم. اليوم 5 سنوات تحل أو 6 سنوات تحل 5 مجالس. اليوم ما حنا ديمقراطية، نقص على أنفسنا إذا تكلمنا عن أن الكويت في ديمقراطية. طلع الشارع أمس 40، والاجتماع الجاي راح يكون أكبر، لأن الحيز اللي السلطة قاعد تعيشنا أنه في ديمقراطية ترى حيز ضيق وحيز بسيط ما عاد يسعنا. لذلك كل الشعب الكويتي انتفض، لا نحن نطالب بإصلاحات دستورية حتى تبقى الكويت. الله سبحانه وتعالى حمل الكويت من الربيع العربي بسبب بفضل الله سبحانه وتعالى بدستور 62، علاقة واضحة بين الحاكم والمحكوم، الكل قابل، لكن آن الأوان أن نعيد تعديل هذه الوثيقة، لأن هناك مثالب كبيرة على هذه الوثيقة تفضل فيها أخوي أبو علي وتكلم عن بعضها، تكلموا الإخوان كذلك. أنا أعتقد إذا حنا جادين ولا نبحث عن كراسي ونبحث عن مصلحة وطن في البحرين وقطر والسعودية، وكلكم قاعد تروحون الدول هذه وتشوفون شنو القفزات اللي صارت. حنا 6 سنوات والبلد معطل، منو السبب؟ السبب النظام اللي موجود في الكويت. اليوم كبير السن الصغير الكل متذمر، متى ضربت الوحدة الوطنية؟ متى ضربوا الشيعة والحضر والسنة والبدو؟ لأنها دولة تدار بعقلية الأفراد لا تدار بعقلية المؤسسات. هناك متنفذين يريدون الكويت بهذه الطريقة. أنا ما عندي مشكلة إذا صار لي عزيز مريض أوديه بالخارج، أنا تاجر،
ولدي لما يتخرج اودي احسن الجامعات تحترق الكويت. ليش اسوي تنميه بالكويت؟ لذلك انا اعتقد ان يجب ان يكون صوتنا واحد، لا نجامل على حساب الوطن، ولا نقبل ان ندور في حلقه مفرغه، يروحون 50 نائب يجون 50 نائب. وانا بعد اشير على نقطه مهمه، الحكم القضائي الاخير شنو ضمننا باكر وفقا لحل هذا المجلس اللي راح يطلع باذن واحد احد واستجابه للرغبه الشعبيه قريبا، شنو ضمننا ان تصير انتخابات وينجح المجلس القادم ويقولون حكم محكمة السورية بعد يبطل المجلس؟ لذلك أنا أعتقد أن الخطاب يجب أن يكون واضح وموجه للسلطة، ما عاد نقبل إلا بإصلاحات السورية، وإلا وغير ذلك عبث. وفي الختام أشكر الإخوان في ملتقى الخامسة اللي أتمنى أن هذا الحراك يستمر، فعاليات اللي قاعد تصير في الدواوين والحراك الشبابي هو صمام الأمان. لا أشكر الأخوان القائمين على هذا الملتقى وجزاكم الله خير. أنا بس لأن ما أدري إنك بتختم شعرت أنا جزاكم الله خير. وأنا يعني مرة أخرى شاكر للعم محسن وشاكر للإخوان أهل الديوان والشباب جميعا، وتشرفنا حقيقة بحضور أخوي أبو بدر وكلمة جزاه الله خير، لكن يعلم الله أني أشهد شهادة حق أن هذا الرجل من دخل المجلس وهو يبحث عن التشاور والاجتماعات والتوافق والعمل الجماعي، وأن في التعديلات الدستورية مو اليوم يتكلم. أنا أشهد أن يوم قلت عندي تعديلات وعندنا تعديلات أنه من المبادرين وفي الإصلاحات، بل أزعجنا الله يهديه، بس أنه أشوى تفهم بالأخير. فلذلك نعم الخيار، والله يوفقكم جميعا وينفع فيكم ويوفق أخونا خالد، والله يوفقكم، الله يحفظكم.